فريق الوداد هيرتدي الزي الابيض ان شاء الله. ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يفوز في هذه المباراه. لكن ايضا سريعا معايا في هذه اللحظات معالي سفير مصر في المغرب طبعا استاذ اشرف ابراهيم، برحب بحضرتك. اهلا بيك، اهلا وسهلا، اهلا بيكم. مباراة صعبة أكيد، كان في تحضيرات كبيرة جدا من سفارة مصر هنا في المغرب، كلمنا عن أبرز الاستعدادات اللي قامت بها السفارة استقبال بعثة النادي الأهلي قبل هذه المباراة المهمة، وطبعا إزالة كل العقبات اللي تواجه البعثة. طبعا هي مباراة صعبة، مباراة مهمة، مباراة نهائي. احنا الحقيقة من وقت ما الأهلي تأهل بعد مباراة النجم الساحلي بدأنا استعداداتنا، بدأنا بدايتها الاتصالات مع السفارة المغربية في القاهرة، تسهيل عملية التأشيرات للفرقة، تسهيل عمليه التاشيرات للمشجعين عشان ما يبقاش في عقبات، تعرف احيانا المشاكل الفيزات والكلام ده كله، وده يعني ده اللي عملنا على تسهيله بدايه. بعد كده طبعا كان لنا اتصالات مع فريق الوداد، مع اداره الوداد، بحيث ان احنا نامن مشاركه جماهير الاهلي، ازاي هتشارك، هيبقى العدد في حدود كام، وطبعا دي كانت اتصالات برضه بين الوداد والاهلي عشان بيبقى في عمليه معامله بالمثل. الاتفاق مع الوداد انه هيخصص مدرج للاهلي، بنتكلم على في حدود 1000 واحد، اذا زادوا النهارده كنت بتكلم مع رئيس النادي قال لو زادوا مفيش مشكله. عمليه تامين الجماهير برضه في الاستاد عشان ما يحصلش احتكاكات، تعرف مباراه طبعا اكيد حماسيه، مباراه نهائي ممكن يحصل تجاوزات او كده، يعني كنا اساسي بالنسبه لنا تامين جماهير الاهلي اللي مشاركه في المباراه، تامين فرقه الاهلي في وصولها من المطار، في طلوعها للتدريبات، وصولها للاستاد، بعد الاستاد، كل ده كان الترتيبات اللي كنا شغالين عليها. طبعا كنا في استقبال النادي الاهلي وده واجبنا يعني، واي استعد اي حاجه تسهيلات بيحتاجها النادي او الجماهير احنا موجودين تحت امره. العدد الجالية المصرية المتواجدة هنا في المغرب حوالي قد ايه؟ هو العدد ما نقدرش نحدده بالظبط طبعا، لان الجالية المصرية ما هياش جالية كبيرة، هي منتشرة في مدن، في كذا مدينة، انما اعتقد انهم ممكن يتعدوا ال 5000 يعني. متفائل ان شاء الله الاهلي؟ اكيد متفائل طبعا، الاهلي دايما معودنا على انه بيكسب بره وجوه يعني، فالمواقف الصعبة الاهلي دايما يعني بيسد فيها. شكرا استاذ. شكرا ليك. شكرا كابتن ميدو، برجع لك.